دكتور أشرف كامل رفعت، استشاري علاج وتجميل وجراحة الفم وزراعة الأسنان، عضو الأكاديمية الأمريكية لزراعة الأسنان، دبلوم الدراسات العليا في حشو الأسنان وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة، مدير معمل أوميجا للأسنان. عنوان العيادة والمعمل 80 شارع الخليفة المأمون، روكسي، مصر الجديدة. تليفون 012-238-818-49 أو 02-225-853-37. وللتواصل عبر فيسبوك CDC-Cosmetic Dental Clinic. احنا دلوقتي في معمل أسنان أوميجا لصناعة الأسنان. نتكلم على تصنيع الأسنان وتجميل الأسنان، إزاي بنصنع الأسنان التجميلية. طبعا حضراتكم سمعتوا يعني كتير عن إزاي إيه الإيماكس والزيركون والحالات المتحركة والتركيبات الثابتة وزراعة الأسنان، كل الكلام ده احنا بنصنعه هنا في المعمل عندنا. عندنا كذا طريقة لتصنيع تركيبات الأسنان. في الطريقة اليدوية، فني أو صانع الأسنان بيصنع السنة طبقة بطبقة بإيده، بيحط كل طبقة لوحدها عشان يوصل باللون بتاع السنة للون الطبيعي. ان السنة زي ما احنا كنا عارفين مش لون واحد ولا طبقة واحدة، لا، بتبقى أكتر من لون وأكتر من طبقة، وبنقدر احنا كل طبقة من دي بنعملها بطريقة معينة في الجهاز معين بدرجة حرارة معينة. كل كلام ده احنا بنقدر نعمله في المعمل عندنا. دي طريقة ودي طريقة اليدوية ليها استعمالاتها واستخداماتها، والطريقة الديجيتال برضو استخداماتها، وعندنا الطريقة الثالثة والحديثة واللي هي احنا بنتميز بيها هنا كمصنعي أسنان معمل أوميجا، ان احنا بنخلط بين الطريقتين. يعني بنعمل الحالة كات كام بالكمبيوتر، وبعد كده بعد ما بتطلع بنقدر نعملها ليرينج تكنيك، او بنديها الالومينيشن بتاع الألوان، اللي هو تطلع الحالة برايت، تطلع الحالة طبيعية، بتطلع الحالة فيها ترانسلوسنسي بتاعتها. فبنخلط ما بين الكمبيوتر والصناعة الديجيتال مع الصناعة الهاند ميد أو اليدوي اللي بتدينا أقصى درجات الطبيعية.